درس اليوم بإذن الله تعالى القسم الثالث. ما هو القسم الثالث؟ بطلان عبادة ما سوى الله، أخذنا بالأمس. القسم الرابع سبب كفر بني آدم. لو كأنه سائل يسأل المؤلف رحمه الله، يقول نشهد للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق الجهاد، لماذا يقع الشرك في الأمة؟ ما أسباب وقوع الشرك حتى نجتنبه، حتى نعرف لماذا يقع الشرك في الأمة؟ مفهوم؟ وهذا من أهم الأقسام، لابد تعرف سبب وقوع الشرك. لأننا وهذه الدعوة أصلا دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، تسمى الدعوة إيش؟ الدعوة إيش؟ الإصلاحية. لماذا دعوة إصلاحية لا دعوة إفسادية ولا هي دعوة تكفيرية؟ لماذا؟ لأنه أراد إصلاح المجتمع، إصلاح الخلل، لم يأتي بالتكفير، لم يأتي بالقتل، لم يأتي بالتفجير، لا، جاء بالإصلاح حتى نصلح المجتمع. فأنت الآن دورك ما هو؟ إصلاح، تسعى للإصلاح، صحيح؟ وما توفيقي إلا بالله. لابد أن تسعى للإصلاح لا للإفساد. بعض الناس شغله الشاغل تكفير المجتمعات وتكفير الأشخاص، وبعض الناس لا، يقول لا أترك الناس على ما هم عليه. لا، إذا لابد نسعى لماذا؟ للإصلاح. إذا هذه دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فأراد أن يبين لك أسباب وقوع الشرك حتى تجتنبها، حتى تحذر وتحذر. ذكر في هذا القسم أبواب أربعة. الباب الأول باب ما جاء أن سبب، ليس السبب الوحيد لكن هو من أخطر الأسباب، وأول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو الصالحين، لأن الغلو الصالحين يجعلهم يعبد من دون الله. نعم. الثاني الغلو في قبور الصالحين. الثالث مضرة العكوف على القبر لعمل صالح، فكيف إذا عكف على القبر لعمل غير صالح؟ كم قسم الآن؟ كم سبب من أسباب وقوع الشرك؟ ثلاثة. الأول الغلو في الصالحين، الثاني الغلو في قبور الصالحين، الثالث مضرة العكوف على القبور، لأن القبور عند أهل السنة وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا البقيع الذي تراه الآن، زمن النبي صلى الله عليه وسلم أين كان؟ كان خارج المدينة. هذا البقيع اللي تراه الآن كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اترك الكتاب، خارج المدينة. الدليل أدلة. قال الذي كان يأكل ثوم أو بصل ينفى إلى أين؟ كان ينفى إلى البقيع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر لصلاة الظهر أطال حتى يذهب الذاهب إلى البقيع. لماذا؟ لأن القبور لابد أن تكون خارج البنيان حتى لا تكون ذريعة للشرك، وداخل البنيان إيش يكون؟ المساجد. ولهذا أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم منهم يعمرون المساجد، وأهل البدع والباطل يعمرون المشاهد ويبنون عليها القبر. نعم. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أمر بهدم بيت من؟ أمر بهدم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أمر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بهدم بيت من؟ محمد بن عبد الوهاب. لماذا؟ لأنه كان أناس من طلاب العلم يقول نريد نذهب إلى الدرعية ننظر على المكان الذي كان يدرس فيه ويجلس فيه وينام فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نريد نعرف المكان الذي كان فيه فلان من الناس. لا، هذا هو ذريعة للشرك. محبة الصالحين لا تكون بهذه الطريقة، لا، محبة الصالحين تكون بهذا. أن ابن باز رحمه الله تعالى أمر بهدم
بيت الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، حتى لا أحد يذهب إليه ويقول ننظر. ماذا تريد من بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ إذن عندنا ثلاثة أسباب. أخطر الأسباب الأول الغلو في الصالحين. الباب الرابع ما هو؟ ما هو الباب الرابع؟ حماية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط، بل حمى حمى التوحيد. حمى حمى التوحيد كيف؟ كأن التوحيد هذا هو، جعل للتوحيد سور النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يحمي السور حتى لا أحد يقع في السور فضلا أن يقع في التوحيد. الآن قصر الوزير أو قصر الأمير يصنع له كم سور؟ سور واحد؟ لا، يصنع له أكثر من سور. لماذا؟ لأنه حتى إذا تعدى أحد على السور الأول لا يستطيع يتعدى على السور الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط، بل حمى حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. إذن الأبواب عندنا أربع أبواب. أول شيء الغلو في الصالحين هو سبب الكفر قديما وحديثا. كيف؟ أول شرك حدث في الأرض في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. ماذا صنعوا؟ صنعوا أشياء هي في الحقيقة بدعة، لكن معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. القصد صحيح لكن الطريق خطأ. الغاية لا تبرر الوسيلة. الغاية ما هي؟ محبة الصالحين. الوسيلة قال صوروا تماثيلهم وعكفوا على قبورهم وطال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله. كيف نحب الصالحين؟ وسط، لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس يجلس نائم في الدرس متكئ يلعب في التليفون ولا يدري عن شيء حتى ينتهي الدرس. إذا انتهى الدرس قال وين الشيخ؟ ماذا تريد؟ قال أحب الشيخ، أريد أقبل رأس الشيخ. ثاب محبة الصالحين ليست بالتقبيل. يعني هذا شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله وأمد في عمري على طاعته، يعني هل هو جاء الآن ويدرس درس يومي ودرس كتب السنة من أجل أن تقبل رأسه؟ لا. تدعو للغداء والعشاء؟ لا. إيش يريد منك؟ تأخذ العلم، تتعلم، تعمل، تدعو، تذب عنه، تدعو له في ظهر الغيب. صح، هذه المحبة الحقيقية. أما المحبة بالقيام وبتقبيل الأيدي والأرجل هذه ليست محبة حقيقية. إذن لابد أن نتوسط في محبة الصالحين. ننظر كيف كان السلف الصالح يصنع، لكن لا إفراط ولا تفريط. ليس معنى هذا أن تناديه تقول يا فلان للشيخ، لا، حتى يقول العلماء رحمهم الله أنه لا يصح أن تقول للشيخ يا شيخ خطأ. إيش تقول؟ ماذا تقول يا شيخنا؟ تعترف له بالفضل، صح أم لا؟ أما يا فلان ما يصح. إما غلو في التقبيل والتمسح والركوع، وإما سب وشتم. الثاني